السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى متابعينا وزبائننا الكرام. المجمع تنزيلات كهرمان وصلتنا وجبة من الساعات موديلات كلش حلوة وراقية. تجي هاي دبل الجامعة طبعا، ولي فوق هذا شوفوا لاحظوا لي هذا يكسر عليها غزال، طبعا حجمه كبير وممتاز، شغل ذهبي وشغل حلو جميل، واجي بيها هذا اللون. هذه طبعا يجي بالبطانة مالتها أسود، طبعا جمع السواد مالتها كلش جميل. عندنا يجي باللون الأبيض ايضا، وعندنا اي هذا إيه هذه السهاية، هذا هاي التشكيلة، عندنا اي هذا الموديل. بس لاحظوا لي شلون شغل حلو ومميز، الارقام مالتها تصير بداخل الجامعة، ايضا يصير عليها غزال لي فوق راس غزال كلش جميل وراقي ذهبي الشغل مالتها. وجبي هذا الشغل الحلو، طبعا هذا كلش حلو ذهبي، يصير مرايا هذا قطعة كلش جميلة هذا مالتها. وعندنا اي هذا الموديل، لاحظوا لي اي هذا الموديل اللي هو اي هذا موديل كلش جميل. طبعا اي هاي مثل ما تلاحظوها، هاي الدائره اللي جوا ونص هاي الطوبه، طبعا هاي من ضمن هاي الساعه. واي هاي تجي بيها هاي، عندنا اي هذا الشكل، شوف داخله غزلان فوقها غزال كلش راقي وجميل. يتوفر وين؟ مجمع تنزيلات كهرمانة، تشكيله موديلات ام الغزلان. طبعا عندنا بعض غير تفاصيل راح اراويكم اياها. عندي هاي باللون الاسود، عندي هاي باللون الجوز، طبعا الالوان كلش جميله. هو عندي اي هاي باللون الزيتوني عذرا، طبعا ما مبين هنا صاير على شكل سواد لان الاضاءه معكوسه على الجهاز، فصاير هذا زيتوني كلش جميل. وعندي إيه هذا الموديل، لاحظوا لي إيه هذا الموديل، هذا بالعصفور اللي هو اي هاي الساعه. بس لاحظوا لي هاي الساعه شغل راقي حيل، هذا مو مثل بالتصوير. وهذا التكمله مالته إيه هذا تلاحظوا لي إيه هذا هاي الحد العصفور، وانا اني السماء الشرب صبع عفوا، هذا هو التعلاقه مال الساعه اللي معلقها للساعه، هذا اللي هو اي هذا. ها الله، هذا الشغل تابع للساعه اي هذا، هاي التشكيله لحد هاي الساعه توصل. هاي ايضا تجيب بلونين الاسود والجوزي، حاليا المعروضات هسه الجوزيات والسواد مالتها بعد ما معروف. واجت طبعا هاي موديلات حديثه وصلتنا، وتوفرت عندنا بضاعه تفاصيل هوايه ان شاء الله اعرضها عليكم. بس حبيت اشوفكم الساعه، تشوفوا لي هاي ايضا تعليق هذا الشغل مالتها، هاي الساعة. ويجي هذا جلد، هذا لا تلاحظوا لي هذا الإطار اللي معلق بهذا الشغل مال العصفور، الدائرة والعصفور عفوا، هذا همادي يجي تعليق كلش راقي. الساعة تتعلق بإي هذا الإطار والعصفور، والهاي مالته يجي جلد، فشي كلش راقي ومميز. وين يتوفر؟ مجمع تنزيلات كهرمانة. وعندي هاي أم الغزلان، هاي أيضا نقشة أخرى، هاي تجيب داخلها غزلان جمالية وفوقها راس غزالة، يعني ما عدا هذني التفاصيل اللي متوفرات عندنا تشكيله. تحيه طيبه لكم زباين ومتابعينا الكرام من مجمع تنزيلات كهرمان، عندي تفاصيل ان شاء الله اعرضها عليكم، حبيت اشوفكم بس هاي التشكيله. عندي تشكيلات هوايه ومعروضات،